أريد يسمعون أخواننا أو أبنائنا الطلاب اللي راح يقدمون للكلية العسكرية. الكلية العسكرية هي كلية عريقة يقودوها ضباط من الطراز الأول بالجيش العراقي، وراح نخرج إحنا ضباط متميزين إن شاء الله يكونون جزء من المؤسسة العسكرية. فبالتالي أنا أوجههم أنه ووصيهم في نفس الوقت أنه الفحوصات راح تكون دقيقة جدا، والاختبارات البدنية راح تكون دقيقة جدا، اختبارات الذكاء راح تكون دقيقة جدا، ماكو اي يعني ضغوط راح تمارس على اللجان اللي راح تشتغل ابدا، راح تكون يعني راح يكون العمل مهني حتى نختار الصفوه من الطلاب المتقدمين حتى يكونون جزء من يعني الكليه العسكريه بالمستقبل القريب ان شاء الله.